إنك تنشف أو تخسر دهون ده شيء معتمد اعتماد كامل على السعرات الحرارية أو الكالوريز اللي انت بتدخلها لجسمك، بس للأسف في ناس أو هتلاقي مقالات على الإنترنت بتقولك لأ مش هي السعرات الحرارية، انت لازم تقطع كربوهيدرات أو نشويات، أو لأ انت لازم تقطع الدهون أو الفاتس. لأ، أهم حاجة إنك تنظف أكلك، أو لأ أهم حاجة إنك ما تاكلش أكل بعد الساعة 6. وبصراحة الكلام ده كله ملهوش أي أساس علمي، وهبقى بضيع وقت لو قعدت أشرح ليه ده أي كلام. فعلشان يكون الفيديو قصير ونتكلم في النقط المهمة، هتكلم على إيه اللي المفروض نعمله بس. سامع؟ يعني ما اسمعش صوتك طول الفيديو ده. جاستا، هو أنا عملت حاجة؟ اتفضل قوم. انا عبد الرحمن من ايفولف فيتنس، وفي الفيديو ده هوريكم قد ايه الموضوع بسيط ومش مستاهل التعقيدات دي كلها. في الفيديو ده هنبدأ بالاساسيات، وبعد كده في الفيديوهات الجاية هنتكلم عن مواضيع ليها علاقة بالتنشيف وخسارة الدهون، بس اهم حاجة انك تبقى عارف الاساسيات دي كويس. اول خطوة هو انك تعمل energy deficit او تاكل سعرات حرارية او calories اقل من احتياجك اليومي، والدراسات اثبتت ان الكالوري deficit هي السبب الوحيد اللي هيخليك تخس ايا كان الاكل اللي انت بتاكله عامل ازاي. وعلشان تحافظ على عضلاتك يستحسن تكون الدافست دي من 20-25% من اجمالي المينتننس كالوريز او من اجمالي السعرات اللي انت بتاكلها وتخليك تثبت عند وزنك. وعلشان تعرف تحدد تقريبا المينتننس كالوريز بتاعتك دي قد ايه، فلو انت بتتمرن بانتظام بس بقيت يومك قاعد على المكتب بتشتغل او بتذاكر، فانت تقريبا سعراتك الحرارية للحفاظ على وزنك هي وزنك بالكيلو جرام في 33. يعني مثلا لو وزنك 80 كيلو فتقريبا سعراتك الحرارية للحفاظ على وزنك هتكون 2600 سعرة. بس خد بالك ايا كانت الطريقة اللي هتحسب بيها المينتنس كالوريز، سواء كالكليتر على الانترنت سواء فورميلا سواء ايا كان، هي مش شرط تطلع هي دي المينتنس كالوريز بتاعتك دي بالظبط، هي مجرد تقريب. فعلشان تتأكد ان هي دي فعلا المينتنس كالوريز بتاعتك هتجرب تاكلها لمدة اسبوع، بس في خلال الاسبوع ده هتوزن نفسك كل يوم الصبح قبل ما تاكل او قبل ما تشرب اي حاجة، وهتشوف وزنك بيتعامل ازاي مع السعرات دي. لو لقيت ان وزنك بيزيد فهتقلل سعراتك الحرارية من 100-300 سعرة على حسب زيادة وزنك، ولو لقيت ان وزنك بيقل فانت هتزود من 100-300 سعرة حرارية برضو على حسب الاقلان في وزنك ده كان نسبة عاملة ازاي، لحد ما تلاقي السعرات الحرارية اللي مهما اكلتها بتثبت وزنك تماما، وهي دي هتكون المينتنس كالوريز بتاعتك. فهناخد ال 2600 سعرة حرارية او ايا كانت المينتنس كالوريز بتاعتك وهنشيل منها 20% من السعرات او 500 كالوري، فهنلاقي ان سعرات التنشيف بتاعتنا هتبقى في حدود ال 2100 سعرة حرارية، وال 500 كالوري ديفيسيت دول هيخسسونا نص كيلو على مدار الاسبوع، وده ريت كويس جدا. انت ممكن تخس من نص لكيلو في الاسبوع او من 0.5% ل 1% من اجمالي وزنك. طبعا لو انت نسبة دهونك عالية ممكن تخس بريت اسرع من كده بشوية، عادي جدا ما فيهاش اي مشكلة. ولو انت عايز تتأكد ان الوزن اللي انت بتنزله ده هو دهون مش مجرد وزن وخلاص، لازم تاخد بالك من الماكرونيوترينز او من نسب البروتين والكربوهيدراتس والفاتس. والبروتين هو اهم عنصر فيهم لان هو ده العنصر اللي بيحافظ على الكتلة العضلية، بس للأسف في ناس كتير بتأفور في كمية البروتين اللي انت المفروض تاكلها. في الحقيقة انت محتاج تاكل في حدود 2.2 جرام بروتين لكل كيلو جرام في جسمك، او بحد اقصى 1.3 جرام بروتين لكل باوند من جسمك. دلوقتي تعالوا نتكلم على الدهون. في ناس كتير تقريبا بتمنع الدهون تماما من الدايت بتاعها لان هي بتفتكر ان الدهون دي هي السبب اللي بيخليها تدخن، بس للأسف هم ما يعرفوش ان الدهون دي بتلعب دور اساسي في الحفاظ على التوازن ما بين هرمونات الجسم. في دراسات اثبتت ان انت لو ما بتاكلش نسبة دهون كافية نسبة التستوستيرون في جسمك هتقل، وده هيأثر على نسبة الكتلة العضلية اللي عندك وهيأثر على حاجات تانية. ايوه هي دي. فانت من مصلحتك ان انت تعمل دايت
تقدر تاكل فيه اكتر نسبة كربوهيدرات ممكنة او متاحة في سعراتك الحرارية. مش لازم تاكل جرامات الفاتس والكاربز بالجرام زي ما بنعمل في البروتين، اهم حاجة بس ان يكون في ما بينهم توازن، فبتخلي نسبة الدهون بتاعتك من 20-30% من اجمالي سعراتك الحرارية في اليوم، وزي ما قلنا 2.2 جرامز لكل كيلو جرام من جسمك من البروتين، وبقية السعرات المتبقية هتبقى هي دي الكربوهيدرات. وهطبق لكم الكلام ده على 2100 سعرة حرارية، هنا هوريكم ازاي قسمت الماكروز زي ما قلنا دلوقتي. بس كده يا جماعة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. الموضوع بسيط جدا، وبمجرد انك تمشي على الكلام ده هتوصل لنسبة الدهون اللي انت عايزها. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ولو لسه عندكم اسئلة ممكن تكتبوها تحت في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل علشان تشوفوا كل فيديوهاتنا الجديدة، وما تنسوش تعملوا شير مع اصحابكم علشان هم كمان يستفيدوا. انا عبد الرحمن يكامل ايربول فيتنس، نشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم. Yeah.